السلام عليكم طلابي صف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. اليوم درسنا إن شاء الله درس التربية الإسلامية. إحنا طبعا من الدرس السابق أخذنا سورة الكوثر، قلنا لكم الحفظ والشرح. طبعا هو كان واجبكم اليوم هو حافظين إن شاء الله على غير وياي راح أقرأها طبعا حتى نتذكرها ونبدي. طبعا أكيد أنا متأكدة أنكم هسه كلكم حافظينها على غيركم، كلكم حافظيها على غيركم، وراح ناخذ المعاني ايضا وراح نشرح وايضا راح ناخذ المناقشه. راح ابدي بالايه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العظيم. طبعا حبايبي طلابي انا متاكده انه هي الايه كلش صغيره وكلش اصلا حلوه ومعانيها كلش حلوه وواضحه ومبينه، فانا متاكده انه انتم كلكم حافظينها على بالكم. حبايبي طلابي اليوم عندنا المعاني. بالدرس السابق احنا اخذنا المعاني، شرحنا عنها شيء بسيط. وحددت لكم انا اصلا المعاني اللي يعني بس تحفظوها اللي راح يكون حفظ. الكوثر معناها شنو؟ الخير الكثير. رددي وراي، الكوثر الخير الكثير. هاي بس كلمتين يعني. الكوثر هو الخير الكثير. انحر انحر. اذبح الذبائح. رددوا معي، انحر انحر. اذبح الذبائح اذبح الذبائح. شانئك شانئك. ما معنى شانئك؟ مبغضك. شانئك مبغضك. رددوا معي، شانئك مبغضك. شانئك مبغضك. الأبتر الأبتر. ما معنى كلمة الأبتر؟ الأبتر هو الذي لم يبقى له ولد من بعده. لم يبقى له ولد من بعده. حبايبي الخير الكثير، الكوثر الخير الكثير. انحر اذبح الذبائح. شانئك مبغضك. والأبتر هو الذي لم يبقى له ولد من بعده. حبايبي اليوم عندنا راح نشرح سورة الكوثر. طبعا الله سبحانه وتعالى أعطى الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يطلب من محمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن اشكر الله يا محمد. المن يشكر؟ المن النبي محمد يشكر؟ يشكر الله سبحانه وتعالى. ليش يشكره؟ لأنه أعطاه خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يطلب منه أن يشكره وأن يصلي لربك. لازم نصلي. يطلب منه أن يشكره وأن يصلي وأن يذبح الذبائح. شنو يعني الذبائح؟ الذبائح يعني الأغنام، الماعز، هي هاي الذبائح، والإبل، هي هاي ننحر الذبائح نذبحها، وإلنا يطعم الفقراء والمحتاجين، يوزعها على الفقراء والمحتاجين. طبعا الذين يكرهونك يا محمد، أبو جماعات فئات بزمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهونه ويأذوه ويبغضونه ويقبلون عليه. زين، فالله سبحانه وتعالى يطمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له الذين يكرهونك يا محمد سيذهب اثرهم ويزول، سيذهب ذكرهم، يعني بعد ما يبقى لهم ذكر، وسيزول اثرهم. الله سبحانه وتعالى يطمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الذي يبغضه ويحقده ويقول له ويكرهه، يقول له راح يذهب اثر، يذهب ذكرهم ويزول اثرهم. سيحفظ الله ذكرك يا محمد. الله سبحانه وتعالى راح يحفظ الذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم واثرك الطيب الى يوم القيامه. يعني دائما راح نقول احنا راح ما راح ينقطع اسم النبي عن اي سنه الى يوم القيامه. دائما نقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. دائما نذكر هذا القول. حبايبي هذا شرح الايه. شرح حلو بسيط وكلش سهل. بس اليوم عندنا المناقشة. المناقشة ما معنى الكوثر؟ أولا ما معنى الكوثر؟ الكوثر هو الخير الكثير. الكوثر ما
الذي احنا اخذناه هنا الأبتر معناه الذي لم يبق له ولد من بعده، الذي لم يبق له ولد من بعده. من هو المقطوع اثره وذكره؟ منو دا يوصف هنا بالمقطوع اثره وذكره؟ اللي يأذوك يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يأذون النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيذهب ذكره ويزول اثره، راح ينقطعون يعني حتى اولاد بعد ما عرفوا. ليش؟ لانه من هو المقطوع اثره وذكره؟ اللي هو وصول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا من درسنا. حبايبي الى اللقاء.